مرحبا بكم في فيديو جديد. الوصفة هذه متحتاجش العديد من المقادير. عنا طروف دجاج، انا اخترت غير الفحوضة، بصلة مقطعة وقرفة، ملح وفلفل اسود وزيت. هذا ما كان في تحضير الوصفة تاعنا. نبدأ نحط البصلة تاعي تتقلى في الزيت ونقلو البصل تاعنا. انا استعملت هنا 3 ملاعق زيت، حطيت معها البصله المفرومه. الان نبداو باضافه الدجاج، ونخلوهم يتقلاو. نضيفوا الملح، فلفل اسود، نديرو كمية شوية بزايد لأنه ما فيهاش لي زيبيس، فاغل ملح وفلفل أكحل. نضيفو القرفة، دركا نخليها تتقلى في غرضها، ونضيف لها الماء، نمرقها بالماء ونستنى حتى الدجاج يطيب ونرجع نكملوا باقي الوصفه. كي طاب الدجاج تاعي جبت الصينيه دهنتها بالزبده، حطيت فيها الدجاج، وما بين كل قطعه تاع الدجاج حطيت بيضه، درت لها شويه ملح وفلفل اسود. درك لاصوص تاع اللي طاب فيه الدجاج نحطوه بهذه الطريقة. نزيدو نضيفو الفرماج رابي، درك ندخلوها في الفرن حتى يتحمر الدجاج ونرجع نشوفوها في شكلها النهائي. الطاجين تاعنا تاع الدجاج والبيض راهو واجد، فقط نخلو شويه اصوص، اللي يحب يضيف بحذاه يضيف. نتمنى ان هالوصفه تاع نهار اليوم تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم في لي كومونتير. ماذا بكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باه كل فيديو جديد نهبطو تشوفوه. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.